طيب بالنسبة للحلى راح أحتاج 3 قطع من الكرسون، ميني كرسون هذا الحجم، أنا أخذته البارح من برادري. تقدرين تستخدمي نوع الكرسون اللي أنت تحبيه، كل ما كان طعم الكرسون أحلى كل ما طلع معاكي الحلى ألذ. شايفة أنا في الإنستغرام ما شاء الله هابين بالتيك توك أظن كذا اسمه، ممكن تعمليه بالبوريك اللي بيف باستري، ممكن تعمليه بالجلاش اللي يجي معاكي. بس انا صراحه التيك توك انا ما احبه، فاحب الكرسون وطعمه مره حلو، يكون طعم الزبده فيه مره لذيذه، فحقطعه وراح احطه في زبديه الرامكن. هذه الصينيه تدخل الفرن. قطعت الكرسون وحطيت عليه تمر هذا النوع، خرجت منه بيزر وحطيت تقريبا 6 أو 5 قطع تقريبا على حسب انتي ما تحبين، لانه كميتي مو كثيره فما راح نكتر التمر، لانه راح أحط عليها الحليب المركز. عليها راح أضيف هيل مطحون، توني طحنته قبل شوية، راح أحط عليها نت عندنا خربان، هذه كيان طبعا منهار على النت، حطيت جوز هند، راح أحط فستق وراح أحط رشة ملح عشان الطعم يبان. راح أحط عليها كمان الحليب المركز المحلى، ما راح احطه كله دحين، راح احط منه شويه دحين وبعدين راح احط شويه كمان تقريبا، هذه هنا 1/4 كوب تقريبا او 3 كوب. كمان راح احط عليها مكسرات، النوع اللي متوفر عندي اليوم الفستق الاخضر، اقدر احط عين جمل بس مو حابه اليوم صراحه اكل مع التمر عين جمل، فاحب الفستق انا. اللي حيطلع معاها مره لذيذ البيكان، بس انا خلص من عندي لأني صورتها بصراحة فيديو قبل ما أبدأ معاكم، صورتها للإنستغرام وقلت راح أسوي كمان صينية معاكم تانية، فبالبيكان أحلى صراحة. هنا عندي علبة صغيرة من القشطة 120 جرام، راح أحط عليها حليب حار تقريبا هنا 1 كوب من الحليب الحار. راح اعمل كده بالملعقة، مو اقلب كده لا، بس اعمل كده، وبعدين على الوجه راح احط باقي كمية الحليب المركز. ترى ما حتطلع حالي يعني، انا توي مسويتها قبل شوية ومرة ما طلعت حالي. راح احط كمان شوية على الوجه، حسيتها ناقصة حليب 1/4 كوب. راح اعمل كده، حتروح على الفرن تتحمر من فوق. طبعا انا شغلت على النار السفلية والعلوية مع بعض، بس هو اهم شيء انها تغلي وتتحمر من فوق. بس والله حدا ما خلص، ما شاء الله كيف خلصت في ثواني، يعني أسرع حلى على وجه التاريخ، مرة لذيذ. راح أزينها بشوية فستق، يعني هي الفكرة إن إحنا حطينا هيل واستبدلنا الزبيب بتمر، فحتطلع فنانة مع القهوة العربية.